بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج. الفوائد العشرة لقضاء الحاجات العشرة خلال يوم واحد أو ليلة واحدة. الفائدة الأولى في الرزق، من تعطلت عليه أبواب الرزق وتعسرت عليه معيشته وأراد أن يفتح الله عليه أبواب الخير فليقرأ هذا الاستغفار 12,000 مرة: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فإنه يكون ما تريد من سعة الرزق والرفاهية في العيش. ويمكنك أن تقسم الـ 12,000 على الأصدقاء، على الأهل، على الأهل والأقارب، كل شخص يستغفر 1,000 مرة نيابة عنك بنية تحقيق حاجتك. الفائدة الثانية، من كان في أمر مهم وحاجة ملحة لقضاء أمر مهم فليقرأ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم 12,000 مرة، وفي كل 1,000 مرة تصلي ركعتين إلى تمام العدد ويحصل لك المقصود في قضاء الحاجة. الفائدة الثالثة، من أراد قلب كل شيء عليه بالمحبة ويعني تحويل الأمور إليه وجعل أفئدة الناس تهوي إليه وأن ينال يعني محبة فلان ومودة فلان وفلان يتودد إليه ويحبه، ما عليه إلا أن يصلي يوم الجمعة وليلة الجمعة ركعتين، يقرأ في كل ركعة بعد سورة الفاتحة آية الكرسي مرة وسورة الإخلاص 11 مرة، فإذا سلم يقول: يا مقلب القلوب والأبصار، قلب قلب فلان ابن فلانة أو فلانة ابنة فلانة، عدد 12,000 مرة، يعني لمسألة الميل، ماذا تريد؟ الزواج؟ هو طبعا يجب أن يعني أن يستخدم بالحلال، يعني أن تقول مثلا: يا مقلب القلوب والأبصار، قلب قلب فلان ابن فلان إلي بالمحبة والمودة لأجل الزواج، وإذا كان زوجا فلأجل المودة والمحبة وينتهي الأمر، وإذا كان ولدان أو بنتان إلى غير ذلك، وإذا ما استخدم في الحرام لا سمح الله فهذا لا ينفع أبدا. فمن أراد قلب كل شيء عليه بالمحبة فليصلي يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ركعتين، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة وسورة الإخلاص 11 مرة، بعد التسليم يقول: يا مقلب القلوب والأبصار، قلب قلب فلان ابن فلان إلى محبتي، إلى مودتي، إلى الزواج مني، إلى غير ذلك، عدد 12,000 مرة. الفائدة الرابعة، إلقاء محبة، من أراد إلقاء المحبة والمودة في قلب من يريد فليقرأ اسم الله تعالى الودود عدد 12,000 مرة بنية فلان، يحصل له المقصود. الفائدة الخامسة، من أراد تيسير الأمور فليقرأ اسمه تعالى الوهاب، لفظ وهاب 12,000 مرة ينال مراده. قلنا بأنك تستطيع أن توزع الاسم يعني من أسماء الله إلى أصدقائك، أو أنت كفتاة إلى صديقاتك قريباتك، كل شخص يساوي 1,000 مرة بالنيابة عنك وبنية قضاء حاجتك. الفائدة السادسة، من أراد أن يفتح الله عليه من غير تعب فليقرأ اسمه تعالى فتاح عدد 200 مرة، يكون ما ذكر، يعني لديك شيء معرقل وتريد أن تحصل عليه بلا تعب بلا عناء بلا مشقة وسريعا بهذه الصورة. الفائدة السابعة، من أراد النصر على شخص يؤذيه، يظلمه، آذاه كثيرا، ظلمه كثيرا، أخذ حقه، يريد أن يسترجع حقه، فليقرأ: اللهم اكفني شرهم، نصر من الله وفتح قريب، عدد 12,000 مرة يكون ذلك. الفائدة الثامنة، من أراد الله أن يكفيه شر من يريد، يعني فلان، يبعده عنه، يشغله بنفسه إلى غير ذلك، فليقرأ قوله تعالى: إنا كفيناك شر المستهزئين، عدد 12,000 مرة. الفائدة التاسعة، من تعسرت عليه الأمور فليقرأ سورة الإخلاص عدد 12,000 مرة أيضا، ويوزعها على الأصدقاء إلى غير ذلك بنية قضاء حاجته. والفائدة العاشرة والأخيرة، من كثرت عليه الهموم
وكذلك الغم فليقرأ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد 12,000 مرة، ينال ذلك بإذن الله. فجرب هذه الأوراد والأذكار النافعة لقضاء 10 حاجات مهمة في حياتنا اليومية ولا تشك. برنامج صباحات والأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.